عشان الناس تشوف ايوه يا باشا جاي حتى لازم عاوزين نور قوي ولا كده يلا يا عم انت يلا يا استاذ طيب اوكي والله ما فيش دي تاني مرة للإخوان. الجمعة اللي فاتت برضو كان في قنبلة هنا بس الحماية المدنية جت والحمد لله ولحقتها، كان قبل الصلاة مباشرة وخدوها. وعشان عرفوا إن إحنا كنا عاملين حفلة يوم 25 يناير يوم السبت، فلقينا القنبلة اللي فاتت قبل الصلاة مباشرة والحمد لله الحماية المدنية شالتها قبل ما تنفجر يعني. وعملنا الحفلة يوم 25 وطبعا عارفين إن المنتدى هو المضاد الوحيد ليهم هنا في العمرانية يعني ده المكان تجمع المضادين بتوع الاخوان. والحمد لله برضو النهارده حطوا نفس لما حسينا احنا بقالنا سنتين مع الحوار ده. كل حاجه طبعا معروفه ان بتتعمل هنا او اي حد بيطلع من هنا معروف ان هو ضدهم. وهم عارفين المكان كويس جدا لان المكان مش خفي يعني ده معروف يعني فالحمد لله. انا سمعت ان المجموعه دي يعني او الاخوان دول معروفين بالنسبه لكم يعني. والله كل اخوان العمرانيه معروفين بالنسبه لنا لان احنا في الاول كنا في علاقه كويسه بيننا وبين بعض لان في منهم اصحابنا كتير بس كل واحد واختياره يعني كل المجموعه معانا ناس كتير هنا يعني وهنا اصلا تجمع الاحزاب كلها عم احمد السيد ده امين حزب الدستور وهتلاقي المصري الديمقراطي كل الاحزاب اللي في العمرانيه بالحركات مكان تجمعها الوحيد هو منتدى العمرانيه الثقافي وهم كانوا بيتجمعوا معانا ايام ما كانوا حنينين يعني او كويسين وفاكرين نفسهم ان هم كويسين معانا، كانوا برضه تجمعهم هنا هم وحزب النور والتنميه والبناء والتنميه كل الاحزاب كانت بتيجي هنا، لغايه بقى ما خلاص حسوا ان الموضوع بعد عنهم شويه وابتدوا يتكرهوا بس احنا ما حاولناش ان احنا ناذي حد فيهم يعني لان احنا الناس قعدنا معاهم كتير، انما لقينا احنا اللي بنتاذي. كل فتره لازم يحطوا لنا حاجه تاذينا، يا يمشوا في مظاهره ويحدفوا علينا يا يمشوا في مظاهره ويعملوا معانا، الحمد لله. شكرا الاول عفوا. انا احمد سيد امين حزب الدستور في العمرانيه. هو طبعا المنتدى ده يعتبر ملتقى لشباب العمرانيه وشباب الجيزه ملتقى لكل الاحزاب المدنيه اللي في الجيزه، حزب الدستور وحزب مصر الديمقراطي والتيار الشعبي والتحالف الشعب الاشتراكي والشباب المستقلين كمان. كنا عملنا المنتدى دوت، المجموعه عملت المنتدى ده عشان يبقى ملتقى لشباب الجيزه كله. طبعا قبل اثناء حكم الاخوان واثناء 3 سنين اللي فاتوا دول، كان الاخوان كانوا بيجوا يقعدوا معانا هنا، كانت الحريه والعداله وكان البناء والتنميه وكان كل الاحزاب الدينيه كانت بتقعد معانا هنا. عملنا هنا قبل كده ايام الدستور بتاع الاخوان، عملنا مؤتمر هنا اسمه ناقش دستورك، ودعينا فيه كل الاحزاب الدينيه والاحزاب المدنيه، وعملنا اول ملتقى ومناظره لمناقشه دستور الاخوان. وبعد كده عملنا فعاليات كتيره جدا هنا. طبعا اللي حصل ده انا كنت في البيت، يعني انا كنت نايم في البيت وسمعت الصوت ده، جالي تليفون الكلام ده في المنتدى، فجينا نجري على المنتدى، فوجئنا بالقنبله اللي اتحطت ديت. الله اعلم دي قنبله بقى شكلها ايه، من ضمن الحاجات اللي بيعملوها.